الألم هو انذار الحريق للجسم. الألم هو إنذار الحريق للجسم. الألم بيقول لنا خلي بالك جسمك في خطر. الألم بيقول لك خلي بالك في مشاكل كتيرة في الجسم. طب أنا لو عندي ألم في ركبتي، عندي ألم في كتفي، عندي ألم في ظهري، طب أنا عندي ألم في كل ده، هل لي أسباب كتيرة مختلفة ولا كله ده بسبب واحد؟ احنا بنقول لك في MBT إن أسباب الألم كتير، ممكن تكون عن طريق طبقات الجسم كمثال، ممكن يكون في مشكلة في طبقات الجلد، ممكن يكون في مشكلة في العضلات، ممكن يكون في مشكلة في الأحشاء الداخلية زي القولون، زي الكبد، زي الرئة، زي الحجاب الحاجز، ممكن يكون في مشكلة في العظم نفسه زي عظم الحوض، زي عظم الفقرات العنقية والصدرية والقطنية. طب احنا في MBT دايما بنسعى إن احنا ندور على السبب ونعالجه، مش بس بنعالج عرض. في MBT دايما بنعتمد في علاجنا على 3 حاجات اساسيين، ان الجسم كله واحده واحده، ان اي حاجه في الجسم ممكن تاثر على اي حاجه، زي لو عندي مشكله في ظهري ممكن تاثر على رقبتي، زي لو عندي مشكله في القدم ممكن تاثر على ظهري. ثاني كونسبت بنقول ان ستراكشر افكت فانكشن، ان الجهاز العضلي العظمي بياثر على الاحشاء الداخليه، زي لو في مشكله في الدروع او الاسترنم او قفص الصدر بتاعي بياثر على وظيفه القلب. ان المريض دايما بيشتكي ان نفسه قصير او في مشاكل في الدوره الدمويه، ولما يجي يعمل ايكو بيلاقي مفيش مشاكل في القلب، لكن في اعراض بتقول ان هو وظيفيا مش كويس. ثالث كونسبت بيقول الرول اوف ارتري، ان الدوره الدمويه مسؤوله عن تغذيه في الجسم كله، فلو في التهابات في مكان معين بدون سبب واضح للمشكله دايما بيكون المشكله في الدوره الدمويه. عشان كده احنا في MBT دايما بنهدف لعلاج السبب مش العرض. خلال التقييم او الكشف بيطلع المريض اسباب مختلفة، وبناء عليها بيتم وضع برنامج علاجي لكل حالة خاص بيها، عشان في الآخر نوصل لمريض يرتاح مش مجرد يتسكن.